بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والتارك وما أدراك ما التارك النجم الساكيم إن كل نفس لما عليها حافظ فلينجو الإنسان مما خلق خلق من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والنار عب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالحاجل إنه يكيدنا كيدا واكيدنا فمحي للكيد كافرين أمهمهم الوعدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك العلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غشاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك للعشرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر ما يخشى ويتجنبه الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا فقد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تحسرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف العلى صحف إبراهيم وموسى. سورة غاشية. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشيات وجوه يومئذ خاشعات آملات ناصبات تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائمة لشايها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوع وأكراب موضع دعد ونمارق مصفوفة ورجاء ربي وجار ربيع مبسوسا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا ما تولى وكفر
فيعذب الله العذاب الأكبر. إنا إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. سورة الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والسفيع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إراما ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد والسماء والسمود الذين جابوا الصخر بالواد وعد وفرعون ذي الأوتاد الذين تاغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فسبح عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمان وما إذا ما ابتلعه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث عكس أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملاك صفا صفا وجيا يوم عذاب جهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لي حياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك رضيات مرضيات فادخلي في عبادي وادخلي جناتي. سورة البلد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وانتهل بهذا البلد ووالدي وما والدا لقد خلقنا الإنسان في كبد يا يحسب أن لا يقدر عليه أحد يا كل أحلقت مال اللبن يحسب أن لم يراه أحد ألم نجعل الله عينا ولسانا والشفتين وهديناه النجدين فلا اتهم الأكبان وما أدراك ما الأكبان فاك الرقبان يوم
مسغابر ياتما جما قربان أم مسكينا جم ترابان ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب اليمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المسيمة عليهم نار مسدد سورة الشمس بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بينها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فيلهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد جاب ما سدساها كذبت ثمود بتقواها إذ أنبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروه فدمدم عليهم ربهم بذنبه فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا يجلى وما جعلك الذكر والأنثى إن شأنكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر للعسرى وأما من بخل واستكبر وكذب بالحسنى فسنيسر للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى فأنجراكم نارا تلجى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لي عنده من نعمتي تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى
ووجدك دائلا فأغنى، وأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لم نشرح لك صدرك وأدعنا عنك أجرك الذي أنقض جهرك ورافعنا لذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم.